الأولى تقتضي منا أولا أن نكون أقول واعون أولا بوسطنا بمجتمعنا ولكن ندرك من هي الخيبة لأن عندما قلت التعليق ديال الإخوة هو أنه نظر إلى صامتا لمرور الزمن فيكفي أنه ينضجع فهذه شيء ثاني. إذا كلنا وكنعرفوا اليوم مثلا المجتمعات التي في الواقع لم أو تم تنمية مجالاتها بفعل السياحة اعتمدت على هذه الأمور التنوع ثم الاعتناء بالتنوع. إذا بعد المقترحات العملية من خلال هذه الدراسة وصلت إلى مجموعة من المقترحات العملية إذا الصورة الإعلامية للتراث تعرف في عصرنا هذا تحولات عميقة والبلدات بفضل استعمالات الكابيتال وسائل الإعلام والتواصل التي تساهم بشكل فعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والجماعات وتسمح بتفكير عزة عن المجال. إذا عندنا منتج مثلا دليل أو كتاب يعرف بالجهة أو بالمجال العلمي نكون قد قمنا بتنميته من تسمية الاعتماد من فك العزاء بس يوصل كل شيء في فوق سواء على الشبكة على شبكة الانترنت او يقرا مكتب او يتعرف على الدليل ديالو او كذا او يشوف برنامج مثلا تلفزيوني او كذا او كذا هذا نوع من التنمية غادي يقتضي من واحد نسبة ديال 1% ولا 2% على المجتمع مثلا انه يحيد هذا لا يكون هذا الفعل في الواقع لم يليها واللي كيعطي في النهاية نوع من الواقع للانسان على هذا المجال. وكما قلت ان هذه في الواقع هذه الموارد وهذه الموروثات هي مشتركه على اعتبار انما كيعطي واحد ما كيملكها ولكن كلنا نحكو فيها وفي السلوك لنا واجب من خلال طبعا كيان كيف. اذا من بين وسائل او طرق تسميني هذا وهو انجاز كتاب ونحن بصدد انهاء هذا الكتاب حول الالتقاط الصغير لمدى تسجيل من فوق عصام المونيال في تسجيل اورنتا ماروكا. وهنا بدات افتح لكم اعتقد اننا الكل يمكنه ان يساهم من خلال او من مركزي وجودي المعلم الاستاذ الطبيب كل من يوجد في المجال التلميذ الصالح الى بالاشتراك طبعا او بحضور موظفها يمكنه ان يساهم فيه وهو انسان معرفه على مستوى امكانياته المعلم الصغير والي هذا يمكن ان يكون فقط جزء من هذه الامور. هذه النصوص هنا اريد ان ارجع الى هذه النقطه الاساسيه كلكم تعرفون ان المراجع التي تعتمد عليها والمعلومات التي تعتمد عليها ذات جهه وجهات اخرى من المغرب كلها هي في الواقع نتاج من اولادها خصوصا المعلمين. اذا كان الطبيب في المجال اللي كيخدم فيه كينتج معرفه كان المعلم كان اي واحد وهذا مهم جدا لان حاليا نحن نحتاجون في الواقع للمعرفه قبل مثلا ادراكها بين طبعا المشروع او مخطط اقتصادي او كذا او كذا لا يملك المعرفه اذا ليس لنا حق في الواقع في كذا. اذا من بين كما قلت هذه المخرج او نسمي كذلك العمل الذي قام بكفوان داخل الجمعيه هو انتاج الدليل بالنسبه لي للجهه الشرقيه من حيث الرحلات التي يقومون بها هذا مهم كذلك التصفح على العمل مثلا العمل هذا تصفحه يسمح لنا في الواقع بالقيام بالرحله في الجهه الشرقيه من خلال بعض المسارات التي انجزوها. اذا يكون عندنا كتاب يكون عندنا واحد الاستثمار مثلا المرحله الثانيه التي قمنا بها وهي انجاز موقع شبكه الانترنت لتسهيل عمليه النشر ومن ثم سرعة التعرف على المجال المالي. ثم كذلك في المجال الأكاديمي المساهمة والمشاركة في التظاهرات العلمية والثقافية داخل الوطن وخارجه وفي النشر من التعريف أو سعة التراث في مجال الدروس ما نقوم به مثلا اليوم ما نقوم به كذلك إزاء أو في مناسبات أكاديمية وطنية أو دولية كل هذه يساعد في الواقع على تنمية أو على تعريف لأن تنمية الحقوق ليس هي فقط في مجال التشارك والتسجيل التقرب من الفرقاء المحتملين في مجال تنمية التراث المحلي والجهوي من جمعيات المجتمع المدني والجماعات المحلية والجهوي والمساجدين رسميا من وكالة التنمية الجهوية الشرقية ووكالة التنمية الاجتماعية في التنمية التراثية. إذن أعتقد أن نحن كجماليين لا بد من مثلا الخروج
من الجدران الذي نعيش فيه ليه؟ طبعا للتشارك وللاستراب من الواقع أي من الذين يحملون نفس الهم الذي يحملون كل واحد من وجهات نظره ولكن كل واحد مسؤول عن هذه العملية. إذا اقترابنا من الجنيات يسمح لنا في الواقع بالتعرف أكثر على مجموعة الأمور، اقترابنا من الساكنة اقتراب إلى غير ذلك. فهذه الأمور أساسية أعتقد وبدون معرفة وبدون الواقع التعرف عليها لا يمكننا أن نحصل على كلميات مستدامة كما نقول أي التي لا تكون غافية من صفات معينة ثم تنتهي وإنما يصبح لها بالاستدامة وكما يقولون. شكرا لكم. يعني ما يمكن أن نستخدمه من هذا نحن مثلا وهو أن الحق لا يمكن تنمية الجزء دون الهجمة بكم هذا ما أكدت أيضا أيضا الشيخ على الأولى يعني الحق مخصصة يقولون بأننا نجد واحد تنمية واحد هذا المجال لا نحن بدون أن نهتم بالمجال الواسع ذلك ومجال المجال أخرى وهو المجال مجال جهد لذا بد بس يكون عندنا واحد استراتيجية محلية ويكون عندنا إذا واحد نظرة ديال واحد الاستراتيجية اللي هي جهد كما أنه لا يمكن بس يكون عندنا واحد التنمية كذلك بيقول لي معرفة كاملة بالمورود الثقافي المنطقة كما نعرف يعني تنخرط في المورود واحد مورود ثقافي مهم والثلاث حنقنا المورود الثقافي الحق إلى مورود ثقافي مادي ومورود ثقافي لمادي المورود الثقافي المادي مثلا لبني رئيس وليك إلى آخره ولكن أنا أعرف بأن النمط بالعيش في المنطقة اللي هو نمط بالجهاز بطبع الحال من أهم شيء يجب أن النمط بالعيش ما غيرش من النوع واحد تراث مادي كثير من التراث من بناء زمني وهو تراث زمن بيد صناعة الأهمية وصناعة الأرباع بالكلام لا أقصد هذا مو بد 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 تراث نمطي من أجل يعني في خدمة التنمية المهنية كما أخبرت الأستاذ أن الصورة الإعلامية لها دور كبير من أجل فك الأزلي عن يعني هذا الصورة الإعلامية ونحن هنا يجب أن نسمي يعني الدور الذي يقوم به الإخوان الصحفيين حق أشكرهم لأنهم سمعوا يعني على صفات الزوجة يعني ترى من الناس من المنطقة يعني تحرم أن بلغة كلنا إن هذا الصورة الإعلامية هي الدور الجرائي من أجل فك الأزلي عن المدى قال أيضا بأن هناك لزام الإنزال لا بد للجامعة كما قال الأخ أن تنفتح وتتقرب من مختلف فرقاء المحتملين في مجال تنمية الصراط المحلي والجامعة يعني احنا نحن كجامعيين دور ديالنا أننا نشمل المعلومة دور ديالنا أننا نتقرب إلى من المحتمل الفعلي فهي اذا دور جرام انه اذا يتقربوا من هذا المصادر ديال المعرفه باش يكون احنا واحد التعاون وحق هذه المناسبه من خلال التجربه ديال جمعيه الطبيعه والزراعه باش نشكر المختلف المسؤولين بحق لان اليوم راه معنا الاستاذ بن علي حضار معنا الاخ كاتب العام في شعبان حقا من المساجين وجدنا معنا السي المتوسطي وايضا رئيس الجمعيه والاخوه اللي تصورنا جمعيه كرامه ولا جمعيه صدور ولا جمعيه اخرى حقا لانهم غير قوم لهم المساعده كامله بحق بفضل هذا المساعده كامله من اجل وصلنا واحد الكتاب اللي بحق هو اللي بحق عاد طبعا يعني هذه يعني موضوعات اللي قلت اولا هي هذه مناسبه ما بغيتش نقول انا ايضا بغيت ديالنا بان مشاغلنا مع واحد ندور في خير وفي وسطنا هو المال ديال العمل ديال الجماعات لا يمكن ان نقول بان هذا العمل المناسب بدا اصدار واحد الكتاب اللي هو كتاب قيل عنه يعني احنا بالنسبه الحكم عليه ولكن الناس الجبور قال عليه بانه يعني تجربه مهمه وربما اول تجربه في المغرب من هذا النوع ديال الثوم وبحق الفضل يعود الى المغرب.
قبل كل شيء نشكر الأساتذة الباحثين على المجهودات التي قاموا بها كما قال الأستاذ المحاضر، وإن كانت في حاجة إلى بحث أكثر، ولكن أنا أرى أنه شيء سابق الأواني شيء علم. أنا سأتحدث عن ما ذكر الأستاذ أولا وما جاء كذلك على رئيس مجلس البلدي لمدينة فعقبال بحث مدخلة بينه. أولا إذا كانت منطقة الخارج مؤهلة، نحن كنقول قلنا مؤهلة ثقافية ولا ثقافية مؤهلة بشرية أو طبيعية، لابد أولا كما ذكر الأستاذ المحاضر تحديد هذه المواقع. أولا حينما نحددها في المواقع الإيكولوجية أو المواقع السياحية أو المواقع ذات أهمية بمكان، نحددها أولا ونعرف بها، وحينما نحدد كذلك المولود الثقافي ونعرف به إما إعلاميا أو عبر نشره أو عبر الشبكة العنكبوتية أو وسائل الإعلام مختلفة، حينما نحدد هذه المؤهلات بصفة عامة التي خارج المنطقة نحددها بالدقة، آنذاك يمكن، لأن هذا لأن لأننا كما تعلم مسألة الاستثمار، تلقى مثلا اليوم أن بعض المستثمرين كنشوفوا مثلا في مدينة تلقونا أو مدينة تلقونا أو إلى غير ذلك، هذا مستثمر مستثمر السياحة القروية، بدا نوع من الاستثمار في هذا كما تنشوفوا في مناطق تعسوس او مناطق براتش الى غير ذلك. اذا لابد اولا تحديد هذا الورود عبر مثلا الانشاء الاقليمي، تحديد مواقع الايكولوجيه، تحديد هذا الورود الثقافي وما تحاول به الى غير ذلك. حينما نقوم بهذه الدرجه ان صح التعبير ونحدد كل هذه المؤهلات، انا جايز يسهل مثلا على المستثمرين المغامرة في هذا الصدد. ثانيا حتى حينما نخاطب المسؤولين او صناع القرار او جهات مسؤولة على هذا، ندخلوا بواحد الباكاج اللي هو صحيح في دعم المنطقة، شنو فيها شنو فيها شنو فيها شنو فيها، يعني هنايا لابد من بدء مجهود كبير في هذا الصدد. وهنا كذلك ولكن كما قال الاستاذ المحاضر في الاخير، هنا يمكن نقلوا الاكراهات التي هي عباره عن العزله العرب قرار عباره خلق مشاريك ربما البحث عن الماء الى غير ذلك، وهل هذه الخيام هي صالحه لان تكون مثلا مراكز ايواء لهذه السياح او هناك بديل الى غير ذلك. إذا أنا باش ما تشوفش في كلمة الإخوة الآخرين، أنا أرى وأكد على أنه حينما يكون عندنا هذا المارشن هذا الباكاج أو المعطيات عن المنطقة وعن إلى غير ذلك، يمكن هنا أن نتفاوض أن نتحاور لكن لا بقوة. رئيس الجمعية شباب المسيرة جدة، يعني بين الاهتمامات مثلا يعني الهدف اللي تفعل ديال الجمعية وكان كان بداية الأمر التنمية التعليمية، التنمية التعليمية اللي كانت لنا حوالي السنة المسجدية تاع الجهة، كان الناس حنايا بدا كان عالي والعيد غا قرا، يعني هذا المشكل هو يعني كان حد يلف دخل المشروع ونبات البرامج السياحية ومشاريع محلية حد بعدا من ظاهرات العيد غا قرا، فرصنا نحضرها شكل بلادنا وأراضينا وشكل المال يعني وحتى لما يبقاو فيها
مش الفرع جالسنا في السكر الحطة نفس الزواج لأن أي نقطة من أي نقطة فدي شوفوا الثلاث شريات فدي شنطوا معكم الثلاثنا تجمعية يطلق النقطة السكرية اللي متواجدة هي كاملة جتون الخشة ونحضر جتون الكلمات في الجهاز والنقطة ديال مراكز مثلا بالنسبة للنقطة الثانية وهي الشرق الساكن من الناس تنجيوهم فعلا فإذا كان شجاعي وكان مهني جمعية كاملة ديال موجودة في المنطقة كرامة أنا سنترالة جوطو وتوسط لأن أصلا هما ذاك الحلم كانت تنجيو كي يرجعو كي يبغيو ويحبو شي حاجة ديال الناس المشكل اللي كاين مكاين ذاك الساكن مكانش حنا غنحاولو كجمعية أنا تسداتي تعاون مع الإخوان إطار الشباب أكون واحد جميع الأسرة لخدمة الشباب حنا الناس الكبار ديالنا فعلا ما عندهم غير تقرب في السلف الإطار ديالهم ولكن غادي نحاولوا معاهم هما الحاجة الوحيدة أنك تهمنا واش باغي واش باغي النقطة ديالو واش باغي باغي غير تبقى باغي غير فهمتو تبقى باغي غير تقول تدخل بهاد النقطة تدخل الشباب تقوي الشباب الرياضية تقوي السلاح إلا بغينا السلاح تنجح كاين فئة شابة كاين مجهدين مثقفين كنخلوا البلاد فين حتى الهجرة في حداتها راها تقرب راك في داب المولود هاد الشباب شجعوا بدور تكويني زميلي يعني ما تبغيش السياحة زعما تدخل يا اخوان جيتوري كاين هادشي ديال كلشي راه تراث من داتا حنا كنا في الصغار ديالنا كان عندنا العاش كانت عندنا تبع الذين من الابتدائي اللي كانت شوية كلشي كان يجي اليوم كلشي الحامي للوطن للبلد للمغرب للقطرة ولكن كاين كلشي كتم ما الوضع ديالنا غير ما يجمعنا بالنسبة للشباب التكوينة، دورة التكوينية، حنا غنديرو مجهودات، أي جمعية عندها تهتم بالشباب، وطنية، دولية، تهتم بالشباب، مشروع في حد ذاته أنا كنت ندير نقطة للنقطة الأخ من سنوات قليلة، كانت عندي بروجي ديال قهوة خيمة، قهوة يعني خيمة وجهة مبنية منها أولا التوريس يعني المطرة العربية ثانيا ذاك المنظوم الطبيعي ما يبقاش ما نعرفوش ذاك اللي كان يقول لنا سكر في الخيمة ما تحدثوا هذا كان كتعد الصمود وأن العقل البشري في مصر أن هذه الإنسان إلى حد السبب ما لديه يعني الإنسان يدخل بيني مستنسب بيني طبيعي تراثي في الجو وحافظ عليه أنا رأي الجمعية بيدي أوروبا أول مدارس شو جبناه ليه شدنا لو خدوه فش مطلقة وما ليه شدوه النوتو على باحو بحيتين وضع كان بلاينا من قال الأساتذة الاستثمار الله على الاستثمار البنات والولاد ديال الخارج في أوروبا كلهم لكن الاستثمار نكون نشوف بالنقطة الأولى كان لاحظوا وكان غوتوا وكانوا نتعاونونا بالمطار ديال بوعرفة هو الأساسي واحد إلى جاء من ميديكان ديريكتومون في بلدن في وجدة يجيبو في بوعرفة واحد إلى مرض عجوز مرا مرض سيريز إلى آخره هاد الطيارة هادي علاش مخدومة كيش تردوها إلى شكر إنت ما عندناش حق هادي بلدن جلس الاستثمار شباب مثقف ميديكين وعرفة كان دلالة راه مطار كان انا اللي كان شاهد وكان شوف وقعت لنا مشاكل جاونا جوج بنات مغربيات بنات بوعرفة هولنديات ما تفهموش عربية كتسلموا هولنديا جايبين مليار فرنك وباو يديروا واحد المعمل تاع النسيج البروغرام ديالهم عندهم 60 بنت اللي باغا تخدم قال لي الشيخ وراه كذا قال روح للنياب الاراضي يا بلا عراضي هذا السيد ما يعرف حتى بيدي
شي بالي ولا 90 عام ولا كذا، هذا خصهم يحيدوه. عهد محمد السادس نصره الله كيقول لك المجلس الجديد لا بحق القانون، خصهم يكونوا الشابين والشابات اللي كيفهمك وكتفهموا. راجل ما كيسمع ما كيشوف ما والو، كيقول روح للقايد مول الوصية خاطر العرض السلالية، كان تمشي للقايد كدير الطالع ما كانش الجواب، ما كانش الجواب. الآن هذوك البنات حرموا هذوك الناس، دوك البنات اللي يخدموا دوك الشباب مشاو لكادير، سهلوا لهم الأمورات. السلام عليكم. وعندنا كلام آخر ولكن ماشي وقت الحمد لله. نضفت الأخ برحة فضاء رئيس جمعية المرأة المتوسطة لتنمية مستدامة وذوي الاحتياجات الخاصة. حنا بالدور ديالنا جينا مجدة لأول مرة أنا كنجي في كندرارة، شفت هاد المدينة عجبتني. أنا ضد الدارجة خاطر لا عجبتني جميعين، عجبتني هاد الدارجة. حنا حبينا تكون واحد الساكنة هنا تهضر، تهضرنا على المشاكل ديالهم، لأن حنا راح في مشروع نديرو واحد المشروع سياسي. أنا كنت في الوداد في أما بالنسبة للمعاناة يعني ساكنة البارحة أنا كنتش معنا ساكنة الأحياء في المجاورة، كان الرجال والنساء وكنا نشوفوا شو هي المعاناة اللي كتعاني من الساكنة، وكنا فينا مجموعة من المعاناة، ولكن عندهم أهم معاناة وهي الماء، الماء كيدور عليه لأن ما كاينش الماء هادي، لما الآن نتلاقوا معنا الساكنة وتهضروا معاها، لأن حنا لا كنديروا هاد الندوات. إذا كنا نديرو فيها المداوات ونجيبو غير الفئة الأحقاب هي اللي كتهضر، وفئات من الثقافات كتعرف شنو كان المجالات ديالها، أما إذا جبنا الناس ديال هاد القبيلة وهضرنا معاهم وقلنا لهم شنو كتعاني شنو شنو بغيتو، هادي غادي يكون عندنا واحد التطور جديد، لأن سمعنا الناس ساكنة. أما نديرو الندوات راه كنديرو في كل المدن، ها وجدة هادي راه هضرو، فكيخصنا التطبيق، خصنا ولو غير التطبيق بالخير. نعرف بالله أن هذه المدواء جات نتيجة، جات واحد النتيجة فعالة في هذا المجتمع اللي حنا في المنطقة كندرارة. بالنسبة للكسيبة وكذا، حنا كنشوفوا بالله أن كندرارة عندها غير شي كسيبة وكذا، كانت راه المعاني الجافات راه هنا فوق في الهجرة، كان قلنا لها الغنم ديالي ما عندنا ما تاكل ما عندنا ما تشرب، إذا خصنا نهضروا في كامل هذا الشيء، وخا هذا المشروع السياسي تخليف مشروع حياته يمكن نشوفوا شنو الساكنة بغات، لأن إلا جبنا ناس جبنا مشروع راه كتجي فئات أوروبية جديد الناس دوك الناس اللي كيجيو يجيو بلا أن هاد المنطقة بعدا راها عندها واحد ما كاينش معانا، يعني حتى إلا جبنا ناس حنا كاع غادي نلقاو غير يهضروا لهم على هاد الشيء. السياحة المدنية هو هذا أنه يعني بحال شي رئيس اللي غادي نهضروا الكلمات أمي الصدقية. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله بن علي رئيس جماعة بنكي. أنا ما إبداع في الدين أن الحديث ما أنت في اليوم بسم الله المهم الحقيقة حنا في جماعة فيدرالية فيدرالية الجماعات الأمريكية الحقيقة أنا كنشكر جمعية جسور اللي تحتنا الفوق هذه جوج ومن خلالها كنشكر جمعية الطبيعة والتراث اللي حسنا صار أننا نتلاقاو معها قريب من هذه الولاية اللي رحنا فيها واللي بحال بغا يعطيونا لأن إذا كان بعض التدخلات كان يقول لك ودي كاين نقص في التفكير نتاع الجانب السياحي هنا في المنطقة ديالنا، فماشي غير الشباب ولا الناس ديالنا هنايا في المنطقة كاع، الشباب ديالنا ما عندهمش هاد الفكرة ديال السياحة، عندنا فكرة ديال الكتيبة، فكرة الكتيبة تقدر تطلب ولا ديال الكروسة ولا ديال الكروسة، إذا هذا هو هذا البديل هذا ما كاينش هنايا.
فمن خلال هذه الفيديو نشكر الجمعية ديال سورات والطبيعة وسورات اللي تحتنا الفرصة باش تلقاونا ويعطيونا هذا البديل وهذا التحسيس راه كاين مؤسسة الجماعات الحقيقة حتى حنا كجماعات مسيرين تحت المحلي ديال الجماعات ينقصنا هذا النوع من الكمية ديال المشاكل الحمد لله كنا شوية شوية دابا نقدر نقول لك هذا راه جميل جميل عبر في المهد ديالو ونتمناو نفعو به وهذا يرجع للمجتمع المدني غير نقول صراحة أن المجتمع المدني لأن الهدف ديال الجمعية وأنها تلقى مع الجمعيات ودير هذيك ليروندوني وتلاقينا بهم وحضرنا ذاك ليروندوني في الأولى على فأول حاجة اللي كنا أنا كنت أقول لها مراني تشوش من هذوك اللي حاضرين نقول لهم إن شاء الله إذا في شوية ما كاينش تجهيزات ما كاينش بنية تحتيات نقول لهم ودي خصنا حقيقة نقولكم في حاجة غادي غادي إن شاء الله إلا قدرت أنا بديك الميزانية اللي عندنا متواضعة وإلا نقول لك عبادة خطيرة ندير لكم شي على الأقل واحد المقر نبنيو لكم واحد المقر ونبني لكم كيف نقصر كذا قلت لا ما بغيناش في دينا بغينا هي خيمة وتبقى الأمور هكذا فمشينا في هذه الاتجاه الان والحمد لله رحنا في شراكه مع واحد البرنامج ان غادي نوجدوا الخيمات نتاع اللي غادي يكون خيمه غادي نخليوها للجماعه ويكون عندنا يعني مقر عرض التقاليد ديال الجماعه غادي يكون ان شاء الله مورد الثقافي ديالنا نعرضوه يكون في ستاد الكوتوجون يعني محل متحف قار وخيمة غادي نعطيوها لواحد الجمعية اللي شفناها كتحرك انها في اتجاه تحسينها وهي شفتوها البارح دارت داك العطوش ودارت الخيمة هذيك جمعية سياحية عادية ذكية تمشي بهذا الاتجاه اذا نمشيو فلك في نفس الشيء يعني دائما في الاتجاه ديال الاستثمار في السياحة القروية فدرنا شراكة مع الشركة المغربية تاع المهندسين السياحيين اللي كاين في طنجة وهذا كنا دايرين في المستشفى اللي غادي دارت لنا دراسة على مشاريع في المستشفى واللي هنا كذلك قدامكم كنشكر الإخوة اللي داروا في هذا الوجد ديال السياحة عندنا المستشفى ودورة مع العلم احنا كاع نسالوهم شوف دابا غير جوزو في الاخر قلنا سالهم كان سالهم سالهم في ميل سالهم الكتاب سالهم على باش مر على الجرافيور سالهم الواحة ديال ايش وسالكم هذا شوف سوسي تعاونوا قلنا دابا كان سالكم فالله يجازيكم بخير فاللي كنشوف انا هو ضروري في المجال تاع التوعية السكينة ديالنا باش نشوف هذا الاتجاه ونبدلو شو العقلية لان نهار اللي بغينا نديرو هذاك لوروندوني اللي كنحكيو من الكفر مع الجمعية تاع النجوم العليا كانت مشاركة والحلومية تاعهم كانوا بجانب الجامعة القروية فتلاقيت انا بالساكنة في النوم كنت مقدم غزل كاين واحد المناسبة غادي تفوزو وخرج الناس اللي ضيق عنا ونتعبو نشوفو شي خبز نشوفو شي جبن لا لا حشومة حطو ديال الكرايح نجيبو عرفتي إذا ما هذه عقلية فتبدل هذا عقلية احنا الآن نتمنى أن هذا الطول يكون دفعة نتمنى أن يكون مجال تنموي بجانب اللي توصيات رانيا تقريبا في الملاعة ابنة الحياة كلمة خصوص الشباب بأهمية السياحة التضامن من التنمية المحلية مقاومة تشتيت واندثار تراث المنطقة بالإجراءات الإدارية بالنسبة للأعطال تشتيت منتخبين بهذا النوع من السياحة تصير المخاطر الإدارية ضرورة التنسيق بين الجماعات والجمعيات والباحثين في الميدان تشجيع التلاميذ والطلبة على امتلاك ثقافة سياحية
العمل على 95 مثل استقليم للسياحة جي إنتاج خيمة بمواصفات رحلية قديمة، تنظيم يوم دراسي إقليمي حول التراث وضرورة في التنمية المحلية، انطلاق تحضير للدورة الثانية لمهرجان الدهب.